وليد، بسألك عن سافيتش. اليوم شفناه بشكل مختلف في الشوط الثاني، لاعب يسجل، لاعب الزيادة العددية عنده. اللي تابع سافيتش ونجوميته قبل ما يجي الهلال استعاد شوية من بريق هذا اللاعب في الشوط الثاني، أقصد وليد علي يا شباب. لأن بالنسبة للاعبين حتى لو أسماء كبيرة يحتاج إلى التأقلم، يعني فريق جديد يحتاج إلى التفاهم والتجانس فيما بين اللاعبين وطريقة واسلوب المدرب شلون يعني ينفذونه في ارضيه الملعب. مع قادم المباريات يكون كل واحد يرجع الى مستواه. نيمار انا متاكد حتى نيمار في خلال المباريات القادمه سيرجع مستواه نيمار المعروف، لانه يملك المهاره وعلى على اعلى مهارات في مستوى العالم. اليوم سافيتش شفناه متقدم اكثر، النفس كان اكثر دفاعيا وصاحب مجهود كبير. سافيتش يعني عند القدره في تبرير الكرات وزياده العدديه في منطقه 18 وتواجده في منطقه 18 سجل هدفين. وشفنا اليوم الهلال يعني بالمباراه لعب ما اقول في اقل مجهود، كان هو المتفوق في المباراه. كان يقدر متى ما يزيد الرتم المباراه متى كان يبطئ رتم المباراه، هو المتحكم في 90 دقيقه. نعم الخدود يمكن لا تجارب امام الاهلي والتعاون والاتحاد انه خسر 1-0 كمنظومه دفاعيه يلعب على الكرات المرتده، ولكن الهلال اليوم قدر انه يعني يحجم من قوه الخدود وعدم وجود ثغرات. يمكن يعني اعتقد تسديدات قليله بالشوط الاول، ولكن الشوط الثاني الهلال تسيد المباراه. واليوم سالم الدوسري كذلك يعني سالم من مباراه لمباراه هذا الموسم، هو يعني لو بنشوف اذا بنقيم سالم في كل مباراه هو 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 الاعلى تقييم صراحه. فاعتقد عناصريا الهلال مع قادم المباراة سيكون الهلال يعني كالعادة صعب.